ويمكن وزارة الصحة لما قالت إنه سريع الانتشار فهو فعلا سريع الانتشار، وده اللي مخلي أولياء الأمور عندهم قلق، وكانوا بيقولوا اقفلوا المدارس وكفاية وصحة ولادنا أهم من التعليم، مش عايزين نجرب كارثة كورونا اللي حصل فيها. في أسئلة كتيرة بتدور في أذهاننا عن الفيروس المخلاوي التنفسي، هنناقشها مع ضيفنا وضيفكم دكتور أشرف عقبة رئيس أقسام البطنة والمناعة بجامعة عين شمس. يا دكتور أهلا بيك. أهلا وسهلا بحضرتك. قول لنا ليه الفيروس المخلاوي، ليه سموه كده؟ في البداية بس الأول نقول إنه مع دخول فصل الخريف والشتاء بتزيد حالات البرد والإنفلونزا. صحيح. اللي بتسبب فيها مجموعة كبيرة من الفيروسات. عندنا الفيروس بنسميه الراينو فيروس، وكمان الأدينو فيروس، والريسبيراتوري سينسيتيف فيروس ده اللي هو الفيروس التنفسي المخلاوي البشري، وكمان الإنفلونزا فيروس بأنواعها الأربعة، والكورونا فيروس، وأخيرا الكورونا فيروس نتيجة السلالة المهيمنة على الحالات دلوقتي اللي هي سلالة أوميكرون، بتظهر أعراض شبه البرد والإنفلونزا، وعليه نقدر نقول إنه علامات البرد والإنفلونزا بتسبب فيها فيروسات كتير. الفيروس التنفسي المخلاوي هو الحقيقة سمي كده لأن الخلايا اللي بتصاب بالفيروس بيحصل بينها وبين بعض اندماج، وبالتالي بتكون خلايا كبيرة، فعلشان كده بنسميها مخلاوي. مخلاوي. طبعا ده يعني مشهور أو معروف من بدري، من زمان، يمكن من سنة تم فعلا اكتشافه سنة 1956، وحاليا هو واحد من الفيروسات المسببة لأدوار البرد المتكررة في كل خريف وشتاء. دلوقتي عندنا أكتر من فيروس بيسببوا أدوار البرد، ينفع ناخد أي علاج ولا لازم يتحدد الفيروس إيه عشان يتحدد بناء عليه العلاج إيه؟ بالنسبة لأعراض البرد والإنفلونزا، الحقيقة العلاجات في معظمها بتبقى علاجات للأعراض على حسب الحالة، وبيتم طبعا تقييم الحالة من قبل الطبيب المعالج، أو إذا كانت حالة بسيطة ممكن علاجها في المنزل بالأدوية المعروفة اللي هي مخفضات الحرارة وأدوية للكحة وللعطس في الحالات البسيطة. لكن إذا ظهرت علامات شديدة في الحالة دي لازم طبعا الاتصال بالطبيب المعالج علشان نقدر ناخد العلاج المناسب. في بعض الأحيان وخاصة الأطفال اللي هم أقل من سنتين، هنا الإصابة بالفيروس التنفسي المخلاوي قد تكون في بعض الأحيان شديدة، لأنه يعمل الطفل الأقل من سنتين. بالضبط، بالذات الرضع والأطفال المبتسرين اللي هم بيتولدوا قبل ميعادهم، هنا الإصابة الحقيقة بتكون خطر، أكثر أعراض، والأعراض بتكون أكثر شدة، لأنه هنا ممكن يحصل إصابة للشعيبات الهوائية الصغيرة، فنبص نلاقي الطفل ده مش بس بيشتكي من أعراض ارتفاع درجة الحرارة والكحة والعطس وبس، لكن ممكن يحصل التهاب في الشعيبات الصغيرة تعمل زي حساسية في الصدر، فنلاقي فيه أزيز في الصدر، ممكن ضيق نفس جامد، كمان ممكن يحصل التهاب في الحويصلات الهوائية، فده اللي بنسميه الالتهاب الرئوي. وعلشان كده يمكن الأشخاص اللي هم بيتعرضوا للإصابة وتكون إصابتهم يعني زيادة شوية هم الرضع اللي أقل من سنتين، وخاصة زي ما قلنا المبتسرين، وكمان كبار السن اللي بتعاني من أمراض القلب والرئة وأمراض نقص المناعة، أو اللي بياخدوا مثلا علاجات بتأثر على المناعة زي العلاجات الإشعاعية أو العلاج الكيميائي، أو إنه بياخد علاجات بيولوجية ممكن إن هي تضعف المناعة، أو هو بيعاني من مشكلة نقص المناعة فعلا. دي الفئات اللي هي أكثر تضررا.